عدنا إليكم مشاهدينا من استديوهات التلفزيون الأردني وبيت للكل مرة أخرى. نرحب بمعالي وزير الأوقاف الأسبق معالي هايل داود. أهلا وسهلا فيك معاليك مرة أخرى. أهلا فيك أختي الكريمة. أهلا معاليك. الآن القدس عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن بعد ضاربة جذوره في عمق التاريخ ومن باطن الأرض إلى عنان السماء، ورغم ذلك ورغم البعد الديني والبعد التاريخي والقانوني والحضاري للقدس، لكن نجد على الطرف الآخر بالمقابل إصرار البعد اليهودي على تهويد تلك المدينة وأيضا على الانتهاكات الصارخة. ما هو التفسير لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وبعد، مرة ثانية شكرا على هذا البرنامج الكريم والذي تخصص فيه هذه الحلقة للقدس، هذه المدينة التي هي في ضمير كل العرب، والدليل على ذلك أنه هذا الجمع من الدول العربية اليوم يلتقي للحديث في هذه القضية المصيرية، هذه القضية العقيدية، هذه القضية الروحية في قلب كل واحد من العرب والمسلمين. لا شك نحن كمسلمين نعتقد أن هذه المدينة المقدسة هي مقدسة لنا ولغيرنا، لا ندعي أن القدس هي مقدسة فقط للمسلمين، وهذا الحقيقة ما يميزنا. هذه مقدسة لنا كمسلمين ولإخوتنا المسيحيين، وأيضا اليهود يقولون أنها مقدسة بالنسبة إليهم. نحن كمسلمين وكعرب لم نمنع أيا من أصحاب الديانات السابقة أن يمارس طقوسه وديانته ويزور ما يعتقد أنه مقدس له، ولكن القضية العنصرية الموجودة عند اليهود اليوم وعند الإسرائيلي، باش نقول اليهود، عند الإسرائيليين اليوم، أنهم يريدون احتكار هذه المناطق المقدسة، ويقولون أن اليوم هذا المسجد الأقصى هو ليس المسجد الأقصى وإنما هو جبل الهيكل، مخالفين في ذلك حتى القوانين الصادرة عن الشرعية الدولية. الشرعية الدولية أكدت في أكثر من قرار وقرارات صادرة عن مجلس الأمن مثل قرار 482 أن هذا المسجد الأقصى، سموه المسجد الأقصى داش الحرم الشريف، إنه هذا خاص بالمسلمين، ولكن هم يرفضون الاعتراف بذلك وينطلقون من منطلقات عنصرية. ومن عشرات السنوات منذ أن وضعوا أيديهم سنة 67 على المسجد الأقصى وعلى القدس الشريف، وهم يحاولون بكل الطرق الملتوية وبكل الأساليب والوسائل أن يثبتوا أن هذا المسجد الأقصى هو ليس المسجد الأقصى، بل هو كما يقولون ويدعون هو جبل الهيكل، وأن لا أحد لهم وأن لا أحد له فيه حق إلا غيرهم. وهذا الحقيقة ينم عن هذه الروح المتعصبة، هذه الروح العنصرية التي ترفض الاعتراف بالآخر والتي تريد أن تحتكر كل شيء لها. وهذه الحقيقة هي نقطة الصراع الأساسية بيننا كعرب وبين هؤلاء الصهيونيين، هؤلاء الإسرائيليين الذين يريدون أن يغيروا الأمر الواقع ويريدون أن يفرضوا أمرا واقعا هم يريدونه في القدس وفي المسجد الأقصى بالذات.